السيد الرئيس، السيد الوالي، السيد العامل. المهم كان هنقول السيد العامل على الثقة المولوية وتعدي سيدنا ويسرو على عمالة عين الشق اللي هي عمالة فيها تناقضات. نبداو بعين الشق، نبداو بعين الشق القديم أنه من المآثر. إذا قارناه مع الحبوس ومع المدينة القديمة ومع كريكوان كنلقاو عندهم واحد النشاط تجاري. عين الشق القديم كاين شباب تم جالس، ما كاين الفقر، الفقر اللي كاين، لكن لا نشاط تجاري ولا تحركات. وبالتالي من تما فاش تنشأت داك باع المتجولين قدام المركب ديال قدام المركب الثقافي. هذا جا النتيجة، هذا تتعود في سنين تيئة، يتعود التدبير ديالو ويحلوه على النشاط التجاري يكون موالي مع الحبوس. لا كريكوان، كريكوان داروها صحة. حنا كنطالبوا مسائل قانونية تكون بالنسبة لحي مولى عبد الله اللي هو السكن المتوسط، أنه هو انفتاح المغرب على العولمة، أنه هو المقاولة الصغرى غلقات، وعارف التحويل ديالها من ذاك المنتوج الخدمات، ولو الناس كلهم كي أبورتيو، كي دراع خدام واحد كي أبورتيو، ولا عنده وحدة صناعية كيخرج الناس 80 70 خرجة زرقاء، وبالتالي ولا واحد باع المتجولين حي الشباب. حي الشباب ولا واحد النقطة ديال باع المتجولين. إذا خصنا نشوف، إذا طلعنا من الكارثة، من كارثة السيد العامل والسيد الوالي، أننا من كارثة حنا ولاد المخزن، وهذوك الناس 42 قطار راه ولاد المخزن، ما داروا لا بناء عشوائي، إلا جاتهم الطرقات، جاتهم عندهم. فهمتم منا باش هذوك الناس نسلي معاهم محضر العام السابق، نسلي معاهم محضر على اساس تكون الناس على الملكيه، ويتخلصوا في ظرف شهرين. اليوم اليوم في ظرف شهرين داز هذه سنه المقالين العماله وصل قاش الوزاره ديال العماله ولا المحافظه الله يجازيهم بخير وداروا العمل ديالهم، ولكن انه مجرد موظفين ديال الجامعه غير وقعوا ويعطوها الامانه العامه للحكومه باش الناس تستافدوا من نزع الملكيه، داك الشيء بقى موقف. اذا نشروا الماتير، كنتظروا السيد الرئيس راه في الزياره الملكيه المواليه، راه هذوك الناس غادي يخرجوا وغادي يقدموا شكايه سيد الله ينصر. خاص ما يمكنش انه هاد الناس راه كل واحد وقع تماك راه وراه 80 واليد والناس راه حشموا، وحنا ولاد المخزن. وهذه راه ماشي ضربه ليا، انا كندير السياسه. اما السيد العامل راه المخزن، المخزن خصها تكون عنده المصداقيه ديالو وتبقى، لحقاش راه عطى الكلمه لهذوك الناس والمشروع خاصو يخرج للوجود. بالنسبه وهذا الشيء راه غادي ياثر لا على ترابنا ولا تاع الهلاويين ولا تاع الاقليم الوسط، راه حتى اعاده الهيكل من كانت واحده السيد الوالي راه نفس الاشخاص. راه إلا ما كنتوش مع الناس راه عاونوا بأنه واحد إعادة الهيكلة راه غادت الإنتحار غتنتحر، راه ما غاديش لحقاش غتكون مصداقية، مصداقية وتكون ندوزو لتدمير مفوض، تدمير مفوض. حنا المواطنين كيخلصوا النظافة، كيخلصوا القوانين ديالهم، لا ليدي كيخلصوها، كيخلصوا الإنجازية. إذا السيد الرئيس في التدمير المفوض عطينا واحد الخط أخضر، ما تبقاش الجمعيه تعمل مع الاستقرائيه، لان هذه هي قدره لم يقل. جمعيات كيطلبوا هذيك الفيردا باش غير يديروا عام نشاط ديال النظافه كيتحاصروا، ما يمكنش هادشي تبقى وتعمل رقم اخضر يكون في العماله، لا بالنسبه للنظافه ولا بالنسبه للوالديك. والديك عاون مندوب والديك محرج، محرز اللي كانت عنده كنعوضوا حنا باحراز، ما يمكنش. اذا هنا كنا حنا كنديروا السياسه، نكونوا واضحين واضحين. بالنسبه للنقل، بالنسبه للنقل انه في الضواحي ما كاينش نقل. اذا وصلنا التدخل الملكي يكون سيدنا الله ينصرو جاب في الزياره الملكيه، ولا الامكانات عطانا الحمد لله الامكانات، فضل الملك الله ينصرو علينا ان النخله ديال 20000 درهم ولات امكانات. إذا هذا فضل كبير،
ولكن شنو النقل؟ النقل خاصها تفتحوا المشكل ديال النقل، الطرق راهو ما كملوا والنقل ما كاينش بالنسبه لا تسمع لي لا لا خليك كمل نقضي غادي نكمل نقضي انا خصني نكملو ما تسمعنيش نكمل نقضي ديالي ولا ما تعيطش بالنسبه للنقل بالنسبه للتعليم التعليم انه بالنسبه للمدرسه سيدي مسعود مدرسه سيدي مسعود مدرسه سيدي مسعود سيدي مسعود انه أنه الناس كيقراو 4 السوايع الأطفال كيقراو 4 السوايع من 8 حتى لوحدة النهار إلا ما يمكنش أنه الطفل يقرا 5 السوايع ويتسكع في الدوار 5 السوايع أخرى راه ما يمكنش هنا كنلقاو بحال الإنارة كنلقاو أنه مدارس فارغة أن أقسام خاويين وحنا في إطار المبادرة هاد الناس عاطين من النقل إذا ما فيها باس ينسوا الناس ديال النقل من دوار المزابين وداهم حي الإرادة المجاورين ديالها. بالنسبة للتكوين بالنسبة للتكوين التكوين اليوم كان بحق وايك هذيك نكونوا عادلين مع بعضنا كاين جنوبات أخرى ما كنعرفش جنوبات أخرى جنوبات كروم في تونيزيا بالنسبة للتكوين أنه تلامذ كيخرجوا من الدراسة ما كاينش مؤسسة ديال التكوين ما كاينينش ملائمين ما كاينش مؤسسة التكوين ما كاينش كاين واليوم أنه وزارة التجارة والصناعة ما كاينش واحد التنسيق ما بين التكوين والوحدات الصناعية اليوم أنا المنطقة عندنا غالية بالوحدات الصناعية غالية بالمقاولة الصغرى غالية بهذا ولكن هذه المسألة ديال هذاك ما كاينش الملاعبة ما كاينش التراخي الاستثنائية أنه التراخي الاستثنائية ترخصوا المشاريع وأنه داروا دي دوناسيون أو مولير إلي بوكاد واحد الصدقة سيدي كتعطي الترخي الاستثنائي دار واحد الصدقة ماشي في المرافق الاجتماعية واليوم أن هذه المرافق الاجتماعية ما استغلتش سواء في مجال الصحة أنا ما استغلتش لأنه بالأساس أدعم معايير أو الأطور أو التجهيزات وبالتالي هاد المرافق عاود رجعوها هاد المضاربين العقاريين وخاص هاد الكنانيش الله يخليك شكرا لك.